بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أهلا بكم متابعين قناتنا تعلم حرفة المستقبل. لإنجاز هذا العمل يجب علينا صنفرة الأرضية. وبعد الانتهاء من عملية الصنفرة نقوم الآن بفتح الشقوق والحفر، وبعدها نقوم بتنظيفها جيدا من الغبار، ثم نقوم بغلق هذه الشقوق والحفر وتعبئتها جيدا. قم مباشرة بغلق هذه الشقوق والحفر جيدا كما هو موضح. الآن نأتي إلى مرحلة تجهيز الإيبوكسي الشفاف ونقوم بإضافة له المصلب، ودائما أقول أن المعلومات للخلط مكتوبة على العبوة. الآن نقوم بدهن الأرضية الإسمنتية بالإيبوكسي الشفاف الذي تكلمنا عليه في الشرح السابق، بحيث قلنا أن هذا الإيبوكسي الخالي من المذيب يستعمل كطبقة أساس ويستعمل أيضا كمرحلة للوجه النهائي. وهذا الإيبوكسي الذي هو نتكلم عليه في شرحنا هذا ليس الإيبوكسي الذي يستعمل في الأرضيات ثلاثية الأبعاد. وكما يظهر لكم الآن نقوم بدهن الأرضية الإسمنتية بطلاء الإيبوكسي الشفاف. وبعد الانتهاء من هذه العملية نترك الأرضية لمدة 24 ساعة، وبعد 24 ساعة نقوم بخلط الإيبوكسي ذات لون وإضافة المصلب لهم، ثم نقوم بالخلط جيدا لمدة 3 أو 4 دقائق، ثم نقوم بفرد الإيبوكسي كطبقة أولى بواسطة رول. شاهدوا طريقة الفرد ثم نعود إليه. ثم نقوم في المرحلة الأخيرة بفرد طبقة أو طلاء طبقة ثانية من الإيبوكسي الملون الذي قمنا بتلوينه. شاهد طريقة العمل ثم نعود إليكم. وفي الأخير هذا هو شكل الأرضية بعد الانتهاء. أرجو أن نال إعجابكم هذا الشرح، فلا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة وخاصة تفعيل الجرس ليصلك أي جديد على قناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.